عودة إلى الدكتور هلال الدلامي الكاتب والباحث السياسي للتعليق على الموضوع البرلمان. مرحبا بك دكتور هلال مرة أخرى. البرلمان عقد جلسته لاختيار رئيس له وسط انقسام كبير بين الكتل وأعلن فوز محمد الحلبوسي، كيف تقرأ ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تحية لشعب العراق الصابر المجاهد، وهذه الأنباء التي لم تكن مفاجئة لنا حقا، لأنه هذه الوجوه لم تتغير، بل على العكس تم تكريس الطائفية من جديد، وتم تكريس الفساد بشكله العني المفاضح الذي حتى يندى له جبين أي إنسان يعمل في مجال الوظيفة، لا نقول في مجال السياسة، لأنه ما جرى في البرلمان ومن شراء الأصوات وشراء المراكز وشراء الذمم، ولاحظ أن حتى الأصوات الأشخاص الذين رشحوا من هذه الأصوات، مجموع الأصوات التي نشرت في أكثر من مكان على أن الحلبوسي فاز ب 169 صوتا، وخالد العبيدي يأتي بالدرجة الثانية 89، بينما نجيفي 19، وطلال الزبيدي 1، وراعد الدهلجي 1. هذا يعني أن هناك اتفاقا مسبقا على تسمية هذا الشخص، بالرغم من كم الملاحظات التي عليه. هناك انباء بالتزوير، هناك انباء بشراء الأصوات. إذا البرلمان المنطقة الخضراء لم يخرج عن عباءة الفساد، بل كرسها بشكل واضح، وهذا الأمر الذي يتم فيه تقاسم النفوذ ما بين أمريكا وإيران داخل البرلمان العراقي يؤكد مرة أخرى كذب أسطوانة العداء الأمريكي الإيراني، بل على العكس الجناح الإيراني هو الذي يتحكم في زمام الأمور بمباركة أمريكية، والأمر واضح جدا من اصطف مع من ولماذا تم اختيار هذه الأسماء، والقادم سوف يكون أسوأ للعراقيين، لأنه الحكومة التي لم تستطيع أن تهيئ ماء للشرب للبصرة. هذه الجلسة أيضا يعني هناك يعني ساد الحديث والاتهامات المتبادلة بالرشا وببيع المناصب بعشرات الملايين من الدولارات، يعني كيف تنظر إلى مستقبل البرلمان الذي يؤسس تشكيله على الرشا وعلى بيع المناصب على هذا النحو؟ القاعدة الأصولية تقول ما أسرع الباطل فهو باطل، وهذا الباطل لا يمكن أن ينتج حقا أبدا، ولا يمكن أن ينصف شعبا، ولا يمكن أن يحقق للشعب العراقي أي شيء إلا تكريس الفساد والفاسدين. إذا كانت العملية هي عملية شراء أصوات وبيع مناصب بهذا الشكل المخزي، فكيف تتوقع من رجل فاسد يشتري المنصب ب 30 مليون دولار او 10 ملايين دولار او حتى بمليون دولار او اقل او اكثر من ذلك، كيف له ان يكون نزيها؟ هذا واحد. اثنين، الوجوه التي تكررت على الشعب العراقي منذ 15 سنه هي الفساد هو، بل على العكس كره الفساد ككره الثلج تزداد حجما كلما تقدم العراق الى في هذه العمليه السياسيه وزاد عمرها اللعين. هذا الأمر حقيقة متوقع، والشعب العراقي الآن رافض لهذه العملية السياسية جملة وتفصيلا، ولكن هذه الإرادات الدولية هي التي تتحكم بمصير شعب كشعب العراق. الإرادات الدولية إذن يعني تتوقع صحيفة ناشونال انترست في عددها الأخير أن العراق مقبل على كارثة بسبب التنافس الحزبي والطائفي، هل نحن فعلا، هل العراق فعلا مقبل على كارثة؟ العراق مقبل على كارثة، هو العراق في كارثة، ولكن تزداد هذه الكارثة. الاحتلال كارثة وما نجم عنه كارثة، والكوارث تعددت على الشعب العراقي، ولكن المشروع الذي تحدثنا عنه كثيرا هو قضم العراق بثلاث مراحل: قضم القوة الصليبة في العراق من أهل السنة والمنطقة الغربية، ومن ثم قضم الأكراد، ومن ثم التفرغ لقضم عرب الجنوب. بدأت هذه المرحلة ابتداء من البصرة والعمارة والناصرية والسماوة والنجف وواسط، وابتدأت في مظاهرات البصرة. إذن الكوارث سوف تتكرس على كل العراقيين، وتوزع الكارثة على الكل، ليس المناطق التي دمرت سوف تكون
هي الأخيرة في العراق، وإنما سيتم تدمير ما تبقى من العراق من جنوب العراق. وهذا ما قلناه لأخواننا في الجنوب منذ زمن طويل، أن المشروع يستهدف الجميع، فلو اصطفوا مع أخوانهم في 25 شباط وما تلاها في ساحات العزة والكرامة التي أرادت لهذه الحكومة أن تتوقف عن ظلم الشعب العراقي، لما حصل الذي حصل الآن. الشعب العراقي 80% رفض لهذه العملية السياسية ورفض الانتخابات. وهذا بالضبط، هذا ترجم برفض الشارع العراقي للانتخابات. 80% رفضوا الانتخابات الحالية التي أجريت الأخيرة، ولكن مع ذلك هناك من يراهن على وعي الشارع العراقي لتحسين الواقع السياسي والاقتصادي وبشكل عام في العراق. كيف يمكن ذلك في ضوء يعني أن العراق محكوم من قبل الميليشيات، وهناك نفوذ إيراني قوي في العراق، وكذلك سطوة أمريكية؟ أولا سوف تستخدم إيران الأذرع الميليشياوية للإجهاز على الشعب العراقي، الذي يحاول الآن جاهدا وبشكل واضح التخلص من هذه العملية السياسية، لأن الشعب العراقي أصبح على ثقة تامة بأنه إزالة المسبب هو الحل الأوحد، أما الاحتجاجات والأمور الأخرى الترقيعية لن تجدي حل. العراقيون عندما خرجوا في كل مناطق العراق أرادوا أن إزالة العملية السياسية وتغييرها من هذا الوجه القبيح إلى عملية سياسية تخدم الشعب العراقي لا تسرقه. ولكن المرحلة القادمة سوف تكون أصعب. الشعب العراقي أصبح على إدراك تام بأن كل هذه المسميات الطائفية، سنة وشيعة وأحزاب وما أعرف إيش، كلها تابعة لهذه الدولة أو تلك، وخاصة المحورين الأمريكي والإيراني اللذان يتصارعان على أرض العراق بدماء العراقيين وبحقوقهم وعلى حسابهم. لم يكن الشعب العراقي له قول واضح بالانقضاض على هذه العملية السياسية بثورة شاملة وإزالة المنطقة الخضراء وأحزابها وقتلها ومسميات سنتها وشيعتها وكراد الذين أتوا مع المحتل، سوف يبقى العراق على هذا الحال وسوف تكون العواقب وخيمة جدا. نشكرك شكرا جزيلا دكتور هلال الدهمي، كنت معنا من عمان، الكاتب والباحث السياسي.